عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تلقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا مع بعض الملوي المخمر، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كيجي على هذا الشكل. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 200 غرام ديال الفينو، 400 غرام نتاع الدقيق الأبيض، علبة من ياغورت طبيعي، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، والماء الدافئ لجمع العجين. اما بالنسبه للتوريق غادي نحتاجو 150 غرام نتاع الزبده وكاس من الزيت المائده. نخليكم مع طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها واننا غادي نغربلو الفينو مع الدقيق بعد ما غربلناهم، غادي نضيفو الخميرة، نضيفو لها السكر، نضيفو الملح، غادي نخلطو هاد النواشف. غادي نضيفو لهم ياغورت طبيعي، غادي نضيفو الماء الدافئ، بالنسبة للكمية نتاع الماء ما نقدرش نعطيكم واحد الكمية، على حساب الكمية ديال الدقيق كاين اللي غادي يضاعف المقادير، المهم أننا غادي نحصلو على واحد العجينة اللي تكون قاسحه شويه قابطه في راسها. من بعد حنا غادي ندلكوها مزيان حتى ترجع معنا رطبه. تلاحظوا العجينه ديالنا راهي قاسحه. لما دلكت العجينه ديالي حتى رجعت على هذا القوام هكذا كما راكم تلاحظوا ورجعت مطاطيه، غادي نمروا باش غادي نقطعوها على شكل كرات. غير بالنسبه للناس اللي توفروا على العجانه يقدروا يديروا العجينه ديالهم في العجانه تندلك مزيان، اما اللي ما توفروش على العجانه يقدروا يدلكوها. انا ما درتهاش في العجانه باش نوضح للناس، حتى اللي ما توفرتش على العجانه غير تدلكها مزيان. انا الصراحه دلكتها لمده 10 دقائق حتى رجعت على هذا الشكل. غادي الا دلكوها مزيان غتعطيهم نفس النتيجه. غادي نبدو واحد البلاطو ندهنوه بالقليل من الزيت، وغادي نشكلو الكرات ديالنا بهذه الطريقه. كل واحد وعلى حساب الحجم ديال الكرات اللي كيبغي، كاين اللي يبغي الملوي ديالو يجي كبير يقدر يدير الكرات بحجم كبير، واللي يبغي الملوي صغير يديرهم بحجم صغير، راكم الاختيار. من بعد ما شكلت العجينه ديالي على شكل كرات كما راكم تلاحظوا، هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، 8 ديال الكرات بحجم 122 غرام في الوحده. غادي نخليهم يرتاحوا
غير 5 دقائق غير بلا ما دوبت الزبده ديالي باش نمروا نورقهم. حنا غادي نغطيهم ونخليهم غير 5 دقائق يرتاحوا، ما تخليهمش اكثر لحقاش العجينه ديالنا فيها الخميره وغتخمر لنا وتضيع لنا العجينه. نخليهم 5 دقائق ونمروا ندوبوا الزبده والزيت. بعد ما ذوبت الزبده ديالي غادي نضيف لها الزيت، نخليهم على جنب. عندنا هنايا الفينو اللي غادي نحتاجوه توريق، وعندنا القليل من الزيت باش غادي نطلقوا الكرات ديال العجين ديالنا. غادي نبداو دائما باول وحده، هذا الشكل غادي نطلقوا الكره ديالنا بالزيت. الطريقه دائما نحاولوا نرقوا الجوانب باش ما يجيوناش غلط بهذه الطريقه. من بعد ما ورقنا العجينه ديالنا غادي نرشوا قليل من هذا الخليط نتاع الزبده والزيت بهذا الشكل. حاولوا ما تكثروش باش ما يجيناش الملوي ديالنا مزيت. رشوا قليل من الفينو، بالطريقه رشوا قليل من خليط الزبده والزيت. الطريقه وغادي نلوي على هذا الشكل. غادي نجيبوا هذه الجوانب وغادي نحاولوا نجمعوهم بهذه الطريقه على هذا الشكل. غادي نحطهم فوق سطح العمل هذا الشكل ونمروا الكره الثانيه بنفس الطريقه. كما قلت لكم ما تخليوهمش يخمروا بزاف، انا خليتهم غير 5 دقائق. دائما نسرحوا بالزيت ورشوا قليل من خليط الزيت والزبده، القليل من الفينو
او دقيق القمح الصلب بالطريقه، ديروا قليل من خليط الزيت والزبده، نتمنى انه يكون واضح. ما تكتروش الفينو بزاف، هاد الجوانب غادي نكدوهم وغادي نحاولوا نجمعوا هاد الاطراف مع بعضياتهم وندخلوهم في وسط العجين بهذا الشكل. نتمنى انه يكون واضح هذا الشكل حتى نكملوا الكميه. من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله انا غادي نغطيهم ونخليوهم يخمروا شويه عاد نمروا باش نطيبوا. خمروا معانا كما راكم تلاحظوا. غادي نبداو دائما باول وحده، نحاولوا اننا نسرحوها بواحد القليل من الزيت، ما تكثروش غير قليل بهذه الطريقه. على هذا الشكل وغادي نمروا باش غادي نطيبوها. غادي نوضعوا الطاجينه ديالنا فوق النار ونخليوها حتى تسخن مزيان، ونضيفوا لها واحد القطرات من الزيت، وغادي نحطوا الملوي ديالنا. غادي نطيبوه بنفس الطريقه اللي طيبنا بها المسمن، غير نحطوها تقبط راسها نرجعوها للجهه الاخرى ثاني، نرجعوها للجهه الاولى وهي كطيب وحنايا كندورو فيها حتى تطيب وتحمر معنا. مره مره كنبقاو نحركو فيه كما راكم تلاحظوا بدا يتبوق لنا الملوي ديالنا. نبقاو نحركوه مره مره وحنا كنقلبوا فيه حتى يحمر معنا كاع الجوانب. البنات انا طيبت ثلاثه ديال الحبات في الطاجينه، ومن بعد قلت علاش ما نديرهمش في البلونش إلكتريك. سخنت البلونش نتاعي وغادي نطيب فيه الملوي. غادي نرشو بالقليل من الزيت وغادي نحط فيه الملوي تاعي. بهذه الطريقة
نطيبهم بنفس الطريقه اللي طيبنا بهم دوك الحبات في الطاجين بهذه الطريقه. ينفوق راسهم نقلبهم للجهه الاخرى. كما راكم تلاحظوا كيطيبوا في الساعه هاد لي بلونش الكتريك. ضروري خصكم تحضروا راسكم من ما تجهدوهمش بزاف حيت في الساعه كيحمروا. البنات ها هو الملوي ديالنا طاب يجي على هذا الشكل. طيب الحبه ديالكم تخليوها تبرد اي واحد شويه وديروا لها بهذه الطريقه. الملوي ديالنا يجي على هذا الشكل. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وصلنا الى نهايه الفيديو. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.